الصوت عندي أمر طبيعي لأن أنا صوتي نبرته عالية، وأعتقد أنتوا شفتوا بعض الدروس اللي أنا جبتها، نبرتي حتى في الدرس هي صوت عالي. وسابقا ذكرت النكتة اللي قالها هذا الحارس بالمدرسة اللي كنت أدرس بيها، لما قال للمدير أريد أمتحن مع ذول الطلاب اللي يدرسهم هذا الشيخ داخل المدرسة وهو بالاستعلامات. قال للمدير ليش؟ قال لي لأن أنا أسمع صوته وأنا بالاستعلامات. اما هاي قضيه انت عصبي انت مدري شنو، هاي السوالف ترى لا تقدم ولا راح تاخر، لا راح تقدم ولا راح تاخر. واللي بيكم زين وهو يدبر وضعه يجي يسوي هذا الدور اللي انا سويته ويبين قدام الناس بانه وضع طبيعي وما عنده اي شيء. اللي يقوم يسوي هذا الدور يعني وما يصير عنده اي رد فعل، ما يصير عنده مثلا رفع للصوت، هذا بعد يكون افضل مني. خلاص انا بالنسبه لي احيانا احتاج الى رفع صوتي حتى يتميز الانسان اللي انا عاجبني كلامه من الانسان اللي ما عاجبني كلامه. خب ما ممكن اساوي بين الشخص المؤدب اللي يتكلم بطريقه مؤدبه وبين الانسان اللي يتكلم بطريقه غير مؤدبه. خب ما ممكن، لابد ان يكون هناك خلاف، لانه بالنتيجه قانون الثواب والعقاب لابد ان يطبق في كل مكان. عزيزي بالنسبة إلى علم الرجال تقدر ترجع إلى كتاب أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، هناك بحث خارج، هذا بحث خارج للشيخ مسلم الداوري، سترى الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام والتي أخذ منهم والتي أخذ منها الكثير من القواعد التي تطبق الآن في علم الرجال. شيخنا أنت كمحقق هل يحق لك أن تبدي رأيك بالمجتهدين الذين ثبت اجتهاده؟ عزيزي ما أبدي رأيي فيهم كمجتهدين، لا، أنا لا أتحدث عن الاجتهاد. بعض الناس يسألون هل هم مجتهدون أو لا، يعتقدون بأنه أنا أعلم إن كانوا مجتهدين أو لا. أنا في مقام الرد أحيانا بعض الأشخاص أرد عليهم أقول لهم هذا مجتهد إذا كان عندي علم. بعض الأحيان يكون شخص ما مجتهد فأقول ما مجتهد إذا كان أيضا عندي دليل.